فأنا فرحان ومبسوط كتير إن ربنا أعطانا هذه العطية وهذه البركة نكون موجودين وسطيكم في هذا اليوم المبارك. شوفي يا أخواتي، إنجيل قداس هذا اليوم المبارك يتكلم عن المرأة الخاطئة، لكن شوفوا أجمل كلمة في الحدث كله، ربنا في نهاية القصة يقول لها اذهبي بسلام. ودايما يقول نهاية أمر خير من بدايته. طب هو لما ربنا بيسمح لنا نسمع حدث زي ده، هل هو مجرد سرد تاريخي أو قصصي؟ لا طبعا، هو الغرض منه أن نفس كانت خاطئة وربنا أعلن الرضا عليها وقال لها مع السلامة. طب وربنا ده يرضى علينا ازاي يعني؟ ماذا نعمل لكي ما يرضى الله علينا؟ حقيقة التوبة هي عنوان رضا ربنا علينا. عشان ربنا يرضى علينا لابد أن نقدم توبة أو نحيا حياة التوبة. لكن سامحوني، أحيانا كثيرا نفكر أن التوبة دي خاصة بالخطاة فقط والمبتدئين في الخط الروحي، لكن لابد أن نعرف أن التوبة ضرورية حتى لجميع القديسين. بس فكر بس الخاطئ اللي قدم توبة، كل إنسان يقدم توبة. شوف البابا شنودة يقول، الإنسان مهما سمع في المركز الروحي بتاعه فهو محتاج إلى توبة. إذن كلنا محتاجون إلى حياة التوبة، ومحتاجون للتوبة في كل يوم، تكون توبة يومية. شوف التوبة بنهيئ أنفسنا لسكن الله، وبالنقاوة نعاين الله. دايما الحديث عن التوبة لازم نعرف ان الخطية بتعمل ايه، عشان التوبة هي انقاذ من حياة الخطية. الخطية تفصل الانسان عن الله، كما هو مكتوب في إشعياء 59 يقول آثامكم صارت فاصلة بينكم وبين إلهكم، وخطاياكم سترت وجهه عنكم حتى لا يسمع. يعني الخطية بتبعد ربنا عني وأنا عن الله. الخطية دي مظلام وربنا نور. الواحد لما يدخل في الخطية بيقبل ظلام العالم فيبتعد عن النور اللي هو الله. كتاب بيقول هنا بيحصل انفصال. طب ماذا تعمل التوبة؟ التوبة حقيقة بترجع الإنسان مرة تانية لربنا، كما قيل في ملاخي 3 ارجعوا إلي أرجع إليكم. ربنا يقول لك يا ابني تعال وانا اديك بعد كده كل الامكانيات، لكن لابد يكون عندك في اعماق قلبك اصرار وعزيمه للرجوع الى الله. ربنا يقول لك انا هرجع اليك، معناه هيعطيك نعمه، يعطيك بركه، يعطيك معونه، يعطيك كل شيء. شوف الاباء لما كلموا عن الخطيه قالوا الخطيه هي صوره للانسان الغفلان. يعني معقول واحد يبقى عارف الخطية وما تفعل وبيعملها يبقى هو إنسان غفلان؟ طب إذن التوبة هي عبارة عن يقظة من الغفلة. والكتاب يقول إيه؟ إنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم، من نوم الخطية، من البعد عن الله، من غربتنا عن ربنا له كل مجد. أيضا الإنسان فينا عندما يصر على فعل الشر أو فعل الخطية
هو بيعلن راية الخصومة ضد الله، بيعلن هو خصوم. طب التوبة عبارة عن ايه؟ توبة نفس بتصالح ربنا مرة أخرى، تصالحوا مع الله. يبقى شوفوا خطية خصومة، اللي عاوز يزعل مع ربنا يعمل خطية. شوف الواحد لو ليه صديق ما يحبش يزعل ويراعي مشاعره ويخاف عليه، إن كان ربنا أسمى وأسمى ومن ناحية الفضل بتاعه علينا، يبقى لما نحس إن الخطية دي عبارة عن خصومة يجب نعلن الصلح مع الله. نقول له يا رب عاوزين نتصالح معاك، ما تزعلش منين، عملنا الخطية ليس كرها ولكن عملناها نتيجة ضعف، فاسند يا رب ضعفنا واعطينا قوة المصالحة لكي ما نتصالح معك يا الله. شوف الخطية لما ممكن انسان يعملها مرة وخلاص ويرجع، وانسان ممكن يعمرها مرة واثنين وثلاثة، وممكن انسان يعيش حياة اسمها حياة الخطية. طب وحياة الخطية دي توصل لفين؟ توصل للموت، الموت الروحي. الكتاب يقول عن الناس المصرين على الخطية، يقول أموات بالخطأ. طب والتوبة عبارة عن ايه؟ التوبة عبارة عن قيامة من هذا الموت، كما يقول الكتاب استيقظ أيها النائم وقم من بين الأموات فيضيء لك المسيح. شوفوا خطية موت، لأن ربنا ده حياة، قال أنا هو الطريق والحق والحياة. اللي يبعد عن ربنا يبعد عن الحياة عموما، لازم يصاب بالموت، الموت الروحي. عشان كده الإنسان لما يعرف ماذا تفعل الخطية وعاوز يعني رضا ربنا، يقول له ربنا عيشني يا رب القيام، أعطيني القيامة كعطية كهبة كمنحة من السماء، ليس عن استحقاق ولكن يا رب عن احتياج. الأمر ده أنا محتاجه ومحتاج تعطينا نعمة وبركة وقوة من عندك. قال التوبة هي ترك للخطية لأجل محبة الله. هو ممكن واحد يترك الخطية مش عشان محبة ربنا، ممكن واحد عنده منصب ومعروف وسطينا في المجتمع، استحالة يعمل حاجة الناس تمسك سيرته فيه أو ناس تتحدث عنه أو تتونس عليه، مش كده؟ يبقى هو مش بيعمل أو امتنع عن الخطية حبا في الله لكن حفاظا على السمعة بتاعته. الرجل في البيت وولاده ومراته مش عاوز يعمل حاجة تؤخذ عليه. إنسان لأجل الكرامة، لأجل المركز، لأجل الصورة الحلوة اللي الناس شايفينه بيها مش عاوز يعمل خطية، لكن لو بعد عن الناس هيعمل الفحشاء. يبقى هو ده منع عن الخطية لظروف معينة، لكن التوبة هي عبارة عن إنسان يمتنع عن الخطية لأجل حب الله. شايف ربنا وربنا شايفه، فليس رقيب عليه الناس ولا أي شيء، الرقيب عليه ربنا، لأنه هو بيحب ربنا ومش عاوز يجرح مشاعر ربنا ومش عاوز يغضب ربنا، فيفعل الخطية لأنه في حب في أعماقه تجاه الله. قالوا حقيقة التوبة هي ترك للخطية بلا رجعة. يعني واحد يقول لأبونا أنا عاوز أعترف، يقول له تفضل، ويجي تاني مرة يقول له عاوز أعترف، ثالث مرة، والقصة هي يعني متكررة، كلمتين اللي بيتقالوا في كل مرة. هل دي توبة؟
توبة جاي له بلا رجع، يعني عزيمة قوية، طلب معونة قوية من الله، طلب امتداد، يعني نعمة قوية وامدادات قوية من الروح القدس عشان تعين الضعف البشري. لكن اللي هو رايح لابونا يعترف عشان يتناول مش عشان حاجة، عشان ياخد بركة التناول. لكن بعد ما يطلع من التناول قصة تاني، وبعد كده يقول لك نعترف ونتناول. مش غلط طبعا الإنسان يعترف ويتناول، لكن أهم شيء إزاي تكون أعماقي في الداخل إني عاوز أمشي لربنا. لكن لو أنا رحت عشان أعترف، عشان هناك أمر في أعماقي أتناول، طب تناول عشان إيه؟ تناول عشان يبقى في مراس مع ربنا، أن ربنا يسكن في أعماقك. لو هل أعماقك دي مش نيرة ومش نقية، وأعماقك مش مقدسة، وانت بتتناول عشان الناس يمدحوك ولا يشكروك ولا يشوفوك ولا يقول عليك قديس الزمان ولا يقول عليك بتتناول كل يوم ولا الشغلانة، لا، كله ده بتاع الناس بتاع البشر. لكن احنا عاوزين اللي يتناول لأجل الله، الذي يتقدم للاعتراف لأجل الله، أيضا الذي يتوب توبة قالوا بلا رجعة بلا عودة مرة أخرى للخطيئة. وده زي قديس موسى الأسود بعد ما قدم توبة، ما سمعناش عنه أنه هو اتمسك متلبس بخطيئة أو بجريمة. قديس أغسطينوس أيضا، قديسة بائسة، قديسة مريم المصرية ومريم القبطية، كتير من الآباء والأمهات قالوا نبدأ مع ربنا، واللي وضع يده على المحراس لم ينظر إلى الوراء، لم ينظر إلى الضعف بتاع زمان أو أمور زمان. تعجبني حقيقة كلمة للقديس شيشوي، كلمة حلوة وجميلة عن حياة التوبة. يقول: لا أتذكر أن الشياطين قد أضغوني في خطية واحدة مرتين. يعني الشيطان أول مرة يلعب لعبته كده ممكن تتدب واسقط، لكن لو حب يجي لي بنفس الصورة اللي جاها خلاص، ما هي مرة واحدة يا معلم. لكن اللي مسكين كل مرة يجي له الشيطان بنفس الصورة ويسقط، ده حاجة صعبة. لكن شوف الآباء الحلوين اللي عرفوا ربنا، يقول: لا أتذكر أن الشياطين قد أطغوني في خطية واحدة مرتين. من الأشياء الحلوة في حياة التوبة فرح السماء، السماء بتبقى فرحانة بالإنسان فينا لما يقدم توبة. ربنا يتمنى رصيد الأبرار في السماء يزيد، رصيد الناس اللي يحيون حياة التوبة يزيد باستمرار. يقول الكتاب: يكون فرحهم في السماء بخاطئ واحد يتوب أكثر من 99 بارا لا يحتاجون إلى توبة. شوفوا فرح في السماء، والسماء معناها ربنا، معناها الملائكة، معناها السمائيين عموما أو الكنيسة المنتصر، كله فرحان، فرحان عشان واحد يقدم توبة. شوفوا إلى أي مدى النفس غالية القيمة بتاعتها، نفس قيمتها غالية عند ربنا وعند الملائكة وأيضا عند الآباء اللي انتصروا وهم عايشين في السماء دلوقتي. عشان كده للإنسان فينا ينسى نفسه وما يحاولش يفرح السماء وربنا اللي مال السماء والأرض. شوفوا الآباء لما اتكلموا عن التوبة، هي مش مجرد انفعالات، يعني واحد سمع كلمتين أنا أتوب، ليس هي عبارة عن انفعالات وشوية هي سكت على الفاضي، بقدر ما هي تصميم من عمق القلب على السير في الطريق مع الله بعزيمة أكيدة وقوة قوية وطلب معونة ومنحة من السماء للسير في الطريق مع ربنا. مش مجرد بس حدث ويلا ولا بعديه، لا لا لا، ده واحد من قلبه عاوز ربنا، من قلبه عاوز يعيش لله. قال: كفى الأيام اللي عشناها في غربة عن الله
ونبدأ ما تبقى من عمر لينا، على الأقل نرضي ربنا. وزي ما أحزننا قلبه، كيف نفرح قلب الله؟ وكيف نسعد هذا القلب المملوء حبا والمملوء حنانا؟ يبقى ربنا الحنين، ليه أزعله؟ واحد بتحبه تراعي مشاعره، كان ربنا بنحبه ياريت ما نزعلش ربنا، ونقول له رب أعطينا حياة التوبة النقية اللي نعيشها يا رب كل أيام حياتنا. أحيانا البعض يقول ربنا ده ما هو قاعد في السماء وقاعد في الملك بتاعه، وادانا جسد يميل للخطية، قلب الإنسان مائل إلى الشر من صدى، وخلى لينا شيطان ممكن يحاربنا، وعنده خبرة في الحروب أكتر من 7000 سنة وغيره، عمر طويل، الناس تيجي وتموت والشيطان قاعد. وفي الناس الأشرار أعوان الشيطان. يقول واحد وسط الموجة الصعبة، وسط الجو المكهرب، ربنا يقول لي تعيش كويس وأعيش وحش عشان يحاسبني ويعاقبني، ويقول لي خلي بالك في نار لا تطفأ ودود لا يموت، والخطا يقولوا في الآخر يا جبال اسقطي علينا ويا أكام غطينا، شكله مرعب. نقول له لا، أنت واخد فكرة عن ربنا مش صح. شوفوا ربنا ده اللي أوجدنا في العالم، يعرف أن الإمكانيات البسيطة بتاعتنا ممكن بقوة الله تحفظنا من كل شر. وربنا يشوف يقول لنا بصوا خلي بالكم، أنا عاوزكم كلكم قديسين، أنا عاوزكم كلكم أبرار، أنا عاوزكم كلكم عشان أبنائي تكونوا ملح ونور في هذا العالم. الكتاب يقول عن ربنا يريد الجميع يخلصون إلى معرفة الحق. يعني ربنا عاوز كل اللي قدمتوه، مش ربنا في السماء عاوز يقعد لوحدي كده، مش كده؟ بالعكس، ربنا يسعد لما يبقى العدد اللي ملتف حواليه من أولاده، جمهرة كبيرة من أولاده وبناته الأمناء، ربنا يبقى سعيد ويبقى فرحان ويبقى مبسوط. ربنا يسوع بص يقول لنا خلي بالكم، أنا لما جيت في رسالتي للعالم لم آتن لأدعو أبرارا بل خطاة. يسوع جاي عشان التعبانين واللي سقطوا واللي أجهدهم الشيطان وأجهدتهم الخطية وأتعبتهم الخطية. يبقى ربنا في العمل الإلهي عاوزنا كلنا نكون ولاده، وكلنا نتمتع بحياة التوبة، وكلنا يكون لنا نصيب في العالم الآخر. يبقى اللي يقول ربنا تركنا عشان يحاسبنا ده مش صح. ده هو الإله الرحيم الحنون اللي بيعلن محبته لينا، يقول محبة أبدية. اللي بيحبنا محبة أبدية، يبقى عاوزنا نكون معاه، بس عشان نكون معاه لازم نعيش حياة التوبة. والكتاب يقول توبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم ولتأتي أوقات الفرج من وجه الرب. توبوا، ربنا يقول لنا كلنا توب، كبير الصغير لازم يتوب. والتوبة حقيقة هي شيء معاش طول العمر، لأن ياما قديسين أخطأوا. من هو قائم فلينظر لئلا يسقط، يعني معناه كلنا نعيش حياة التوبة. يبقى ربنا بيدعونا كلنا لحياة التوبة. شوف في النهاية ربنا لما ينظر إليك يبقى فرحان بيك وسعيد بيك. شوف ربنا كد إيه، يقول ده ابني وغالي علي وحبيبي وكان أمين، صح الشيطان تعبه، صح الجسد أتعبه، صح الأشرار أتعبه أزلوه، لكن تبع الكلام بتاع الكتاب، قال توبوا فقدم توبة حقيقية من عمق القلب. شوفوا يا أخوتي، الإنسان اللي عاوز يعيش لربنا حتى إن سقط بسهولة يقوم، لكن المرعب في حياتنا اللي يعمل الغلط
ويشعر ان الغلط ده نوع من المهارة او الشطارة او الابداع او الفن، ده اللي هو دخل الانسان في نكسة روحية. لكن الانسان اللي ماشي مع ربنا حتى ان اخطأ لابد ان يقوم، طالما هو بيقول يا رب وطالما يطلب معونة من ربنا. نصلي ربنا باستمرار يعطينا كلنا حياة التوبة التي تمجد اسمه القدوس، عشان نكون أبناء وشهود أمناء لله في برية هذا العالم، وينطبق علينا قول الكتاب ليروا أعمالكم الصالحة فيمجد أباكم الذي في السماوات، الذي له كل المجد والكرامة من الآن أبداً.